خاوية على عروشها لا تكاد ترى زبوناً واحداً بعدما كانت تعج بزبائنها من طلبة وقراء وهواة للمطالعة. هذا هو حال المكتبات في العاصمة، حيث تراجعت نسبة الإقبال عليها إلى حد كبير، بل وبات أمر غلقها ليس بالبعيد فيما إذا استمر الوضع على ما هو عليه. الكتاب الإلكتروني أولاً، ثانياً جائحة كورونا، فهناك إقبال قليل على اقتناء الكتب، نسبة تراجع أكثر من 50%. وهناك مكتبات غلقت في بعض الولايات. مشكلة أساسا تعود إلى الكتاب الإلكتروني، هي النسبة الأولى، ولهذا هناك تراجع في اقتناء الكتب، وأيضا عدم استيراد الكتب. شلل واضح تشهده المكتبات وعدول صريح عن الكتاب الورقي سببه التكنولوجيا التي أوجدت الكتاب الإلكتروني بديلا عنه، وجائحة كورونا التي عرقلت معارض الكتاب وأغلقت كل مصادر دخوله. تجربة تاعي كنت نجي بل هذا البلاصة سبيسيفيك ما تقدريش بار اكزومبل جوزي هكا بلا ما تجيني واحد، كاين ناس يجيني فيك بزاف تمارون كومبرومو نفس الإقبال على الكتاب، وهذا راجع بزاف عوامل كما قلنا، الانتشار على الانترنت والويب. واحد يقدر دوك يقدر يلقى باغ اكزومبل لي فيرسيون عندو، يدخل الويب يلقى فيرسيون تاع الكتاب PDF، ولي PDF جينيرالمون يكون مسروق. وبين أن يعزم أصحاب المكتبات على غلقها أو أن يعدل الزبون عن بضاعته، يبقى الكتاب خير جليس في الأنام، ومتعة قراءته لا تضاهيها متعة.